بسم الله الرحمن الرحيم. الإميليات دنشر. المحاضرة اليوم راح أشرحها بطريقة شوية نوعا ما مختلفة. راح أعرض فيديو. الفيديو هي تقريبا يعني الفكرة من هاي المحاضرة راح توصل لنا إياها، وبعدين نرجع للمحاضرة مالتنا ونشرحها بالتفصيل. هذا الفيديو. patient عنده باقي الأسنان anterior، بس هذه الأسنان هي hopeless teeth periodontally compromised، ما ينفع أبقيها. فأخذنا impression عادية primary impression، سوينا الكاست. على الكاست هذا دا يحضر special tray عادي، بس دا يسد الأندركات حتى ما يدخل بيها الأكريليك. بدا يسوي لي special tray، بس يعني شوية بفيد modification. زين، شيك بالبيشنت ماوث، شوف الاكستنشن مالته اوكي مضبوط. هذا جرين كومباوند سوينا بيه البوردر مولدينج، وبعدين هسه راح ياخذها الامبريشن بالربر بيز. زين، هسه الجزء الانتيريور وراح يضيف عليه بعد فد الهيفي بودي مالت الربر بيز، ويكملها ياخذ بها امبريشن عادية، يعني حتى تطلع الاسنان امبريشن للاسنان. هذا هو الهيفي بودي الرابر بيز. صار عندي هذا، اخذنا امبريشن للارج كامل، جزء البوستيرير والجزء الانتيرير. هسه هو الهدف من عنده انه انا اخذت فد فاينل امبريشن واضحة، وراح احضر التري مالتي او احضر اصبها كاست ابدي اشتغل عليه. هذا الكاست ها بس مجرد تثبيت، راح يزقها هنايا بالصمغ، بس تثبيت بمكانها حتى ما تفلت اثناء الصب، وسوي بوكسينج عادية وصبها كاست عادي. زين، هو هذا الكاست الماستر كاست اللي راح اشتغل عليه. هاي الاسنان احنا قلنا كليتها ما اريدها، كليتها هذه المفروض اشيلها للاسنان مالتي. فقبل ما نشيلها احنا اكو فد جورليشن لازم اسجلها من البيشنت. فيرتيكال دايمنشن، هذا فوكس بايت، شيكنا الاورينتيشن الاكلوزر بلين، انتيريالي ويا الانتر بيوبولاري لاين، واللاترالي تكون ويا الالاتريجاس لاين. يعني دا نقل جورليشن من البيشنت للارتيكليتر. فاخذنا فيرتيكال دايمنشن لانه موقع ما عنده اسنان لور. فيرتيكال دايمنشن ات ريست و ات اوكلوجن، شيك البوزدم اريا، فايبريتنج لاينز، شيكها كل شيء، يعني نفس الخطوات اللي انا دا اسوي كومبليت دنشر عادي. زين، فنقل الريليشن للكاست. هذا يسجل السنتريك مالت البيشن. طبعا اللور هو كومبليت اذا انشلص، بس الابر بي اسنان. فاخذ جو ريليشن، هذه بايت ريجستريشن ماتيريال، و هاي بس حتى انصب بها الارتكليتر مالتي. صبنا الاسنان على الارتكليتر، سوري الكاستات، اللي تبقى الاسنان اللي بعدها ما مقلوعة من البيشنت ماوث. استفاد من عندها انه اخذ الشيد مالتها اولا، ثانيا اخذ الفورم والكلر مالتها، وال يعني اقدر حتى بعدين الناتشرال الاسنان اللي راح اختارها الارتفيشال تجي نسخه طبق الاصل من الناتشرال مالت البيشنت. زين، فسوى سيتنج للاور تيث، سوى سيتنج للابر تيث البوستيرير، شيك الاوكلوجن مالته،
زين شاف خاف اكو فد انترفيرنس. الاسنان الانتيرير لحد الان احنا ما لعبنا بيها، بعد هي الناتشرال موجوده. زين يعني سوى تراين للدنتشرز الابر واللور. زين وهماتي انا سوى فد بايت ريجستريشن ماتيريال حتى افر الاوكلوجن الابر ويا اللور. زين ها ضبطنا الارتكليتر بالجور ريليشن مالته. وصلنا لليوم اللي راح يسوي بيه السيرجري. طبعا هو هذاك الارتكليتر ثبت كمل لي عليه دنشر كامل، قلع الاسنان وكمل دنشر كامل. فعندي هسه جوا ايدي دنشر لور هو جاهز كومبليت، والابر احنا دا نقلع الاسنان. هذه السيرجيكال تمبلت هسه فد شوية راح نتكلم عنه بالمحاضرة. هو هذا السيرجيكال تمبلت خليته على مكان القلع، اللي هو عبارة عن نسخة طبق الأصل من الدنتشر بيز لكنه من الأكريليك الشفاف. شلنا إذا أكو فد شارب بون مات من المكان الإكستراكشن، خاف يعني يحتاج فد يسوي له ريشيبينج، انترسبتر بون خاف تحتاج ترو يعني ريموفال، عدل كل شي اللي يحتاجه. زين هسه بعدين نخلص انه بيسوي سوتشر يقفل المكان وتشيك بالسيرجيكال جايد خاف اكو فد بريشر اريا. زين الجزء البوستيريور من هذا الدنشر اللي قلنا يجي عندي دنشر كامل بايدي على الارتكليتر اللي صبيناه قبل شويه، هذا بي اي بي بريشر انديكيتنج بيس، خليناه على الجزء البوستيريور ولبسته للبيشنت. اخاف اكو فد انترفيرنس، فد اكو بريشر اريا بوستيريورلي حتى اشيلها من الدنشر مباشره. فطلع عندي هاي بريشر اريا عدلناها ورجعنا مرة الاخت شيكنا اخاف اكو بعد انترفيرنس. لبس البيشنت لبسه عادي اوكي ومرتاح عليه. زين يعني ما اكو فرق بحيث هاي نفس يوم السيرجري هو راح يقلع راح يلبس الدنشر مالته. هاي جاني ورا بعد 24 ساعة شيكت الدنشر شلته من حلقه وشيكت، وانه راح اكمل باقي الخطوات. المهم يعني هسه يكون هذا الفيديو وصلكم فتشي مبدئي شنو هو الاميديت دنشر وشنو اللي راح احنا شلون راح نشتغل وشلون راح نسوي الاميديت دنشر. نرجع للمحاضرة مالتنا. الاميديت دنشر از ادنتال بروسيسز كونستراكتد تو ريبليس the lost dentition and associated structure of maxilla and mandible and inserted immediately after the removal of teeth. Processes عادية تعريفها حالها حال أي processes أي denture. هو ال processes أني أسويها حتى أعوض الأسنان والأجزاء المتعلقة بها، لكن فرقها أنه inserted immediately after the removal of teeth مباشرة بيوم القلع. البس يعني اقلع من نايه البس البنشنت الدنشر مالته من نايه. indication for immediate denture patient who need remove hopeless remaining teeth because of advanced periodontal disease or decay which usually results in loss or badly caries اللي هنا vital teeth. الاسنان اللي هي hopeless ماكو اي امل بالعلاج مالتها لازم تنقلع، اقلعها واسوي مكانها دنشر. يعني sometimes أنا أقدر أقلعها within intervals يعني خلال فترة زمنية معينة، كل فترة أقلع لي واحد وأنتظر الهيلينج يصير وبعدين أسوي دنتشر عادي. بس أكو مرات يعني أكو حالات تحكمني مثلا بيشنت ما يريد يظل بدون أسنان، فهذه لا الحالة أضطر أنه أقلع بنفس اليوم وألبس الدنتشر مالته. ال patients severely tilled teeth and mal occlusion to replace them with denture in the same visit. patient اللي عنده أسنان بس هي tilted والأكمال occlusion ما تنفع بالأكلوجن، فأني أرد أعوضها وبنفس الفيزت. و socially active patient who wish to retain their natural appearance.
يعني مثلا واحد هو خطيب جامع، قاضي، محامي، أستاذ جامعة، المهم فد هو دائما يتكلم بابليكلي، يطلع علنا مع الناس، فما يريد يطلع بدون أسنان، فأسوي له هذه الإميديا دنتشر، يمشي بيه فترة إلى أن بعدين نسوي له الحل النهائي. كونترا انديكيشن فور إميديا دنتشر، يعني الكونترا انديكيشن مالتها، أول كونترا انديكيشن هو البيشنت اللي هو كونترا انديكيشن للسيرجري نفسها، زين، اللي هو at poor general health or at risk surgical risk due to complicated systemic disease، اللي تأثر لي على blood clot، تمنع المالتيبل اكستراكشن، مثلا diabetic patient، cardiac disease، post irradiation للهيد والنك ريجن، زين، emotionally disturbed or diminished mental capacity، هذا البيشنت هو emotionally unstable، فماكو داعي يعني اني ادخله بهاي المعلقة. Uncooperative patient or indifferent patient who is not willing to accept the treatment, cannot understand and appreciate the scope, demand and limitation of the course of immediate denture. ال immediate denture treatment تحتاج extra steps أكثر من الدنتشر العادي. فإذا البيشنت مو cooperative، مو متفهم للتعب والخطوات الإضافية اللي أنت راح تسويها، لا تتعب وياه من البداية، لازم يكون اتفاق بين الطرفين. patient who cannot afford multiple visit، البيشنت اللي ما يعني فتساكن منطقة بعيدة، منطقة نائية، عنده سفر قريب، عنده أي مانع ما يمنع أنه يلتزم وياك بالفيزيتس، يجيك للعيادة، لأنه إحنا شفنا أكو فيزيتات هواي، فاللي من ما يقدر يلتزم وياك ما يقدر يجي من البداية، ما أدوخ نفسي بي ولا أسوي الهيا. advantages اللي راح أحصل عليها، maintenance of patient appearance، راح أظل أحافظ على الشكل الحلو مال البيشنت، psychological and social well-being so he does not have to go without teeth and there is no interruption of normal lifestyle of smile, talking, eating and socialization. البيشنت ما راح يعني يعزل نفسه من المجتمع خجلا من ظهور بدون أسنان، زين، راح يقدر يحكي، ياكل بصورة عادية، يعني راح يتلافى إحراجات هواية، واحنا راح تشوفونها ان شاء الله بالعيادة. اي بيشنت يجي من تبدي تقلع على الاسنان راح يبدي تشوف، يعني يدخل في حالة ديبريشن، انه صار عمره كبير، وانه بس انت لما يطلع من عندك بنفس الوقت انت معوض له الاسنان، ما تخليه يحس بفرق انه قلع اسنان او شيء، فهذه من ناحية الناحية النفسية تكون مهمة جدا للبيشنت. preservation of oral support, muscle tone, vertical dimension of occlusion, jaw relation and face height. احنا دائما كنا نتحدث انه اللبس والشيك، الريتين its position، شلون باقية بمكانها، يجيها support من الدنت، من المصل، من البون والاسنان اللي behind it، زين، لما تنقل على الاسنان، لما يروح السوفت البون اللي وراها، ايش راح يصير؟ اللبس والشيك ما يظل لها سبورت، فما راح تظل بمكانها الاصلي، راح يصير تقريبا سينكينج، تصير نسميها تطلع رينكلز، السيركم اورالي باللبس، التشيكس تقريبا غاطسه او فلات شيء بتصير، لانه ما لها سبورت من ناحيه من الاورال كافيتي. بس اذا احنا منعنا انه يصير بون ريزوربشن، منعنا انه الاسنان تنفقد، يعني قلعنا سن خلينا بمكان دنشر مباشرة، السبورت لهذه المصر راح يبقى نفس ما هو، نفس الشيء vertical dimension راح احافظ عليه، الجو ريليشن شيب راح احافظ عليها، والفيس هايت راح احافظ عليه. ثالثا least post operative pain because the extraction side are protected by the immediate denture، مثل ما شفتوها بالفيديو المكان القلع راح يتغطى تماما بالدنتشر، فالبوست اوبراتيف بين يكون اقل عند البيشنت، كذلك البوست اوبراتيف هيموراج والانفكشن راح يمنع ويكون اقل، لانه الدنتشر يشتغل مثل السبلنت، زين، يحافظ على السوكت بداخله، يحافظ على البلد كلوت راح تتكون عفوا راح تتكون داخل السوكت. احنا الوش يصير عنده نزيف مرات البيشنت، لما تروح يعني تتكون بلاد كلوت يوقف النزيف بعد اكستراكشن، لكن اذا راحت هذه البلاد كلوت راح يصير عنده الهيمورج راسا، فاذا انا محافظه
على البلد كلوت داخل السوكت، يعني محافظة ما يجي عليها تروما من البيشنت، من التانج او من الاوبوزيت تيث مني، اخاف يقفل عليها هو بأسنان المقابلة إلها، أو يأكل فود ويدخل بالمكان. فإذا أنا محافظة عليها سادتها نهائيا، ما راح يصير عنده نزيف بهاي المنطقة، إضافة إلى أنه ما راح تدخل عندي في فوريان باديز أو ديبريز أو شفا، الانفكشن راح تكون أقل. البيشنت adapts more easily to denture while recovery from surgery is progressing. تطبع البيشنت تعود على الدنتشر راح يكون أفضل وأسرع خلال فترة الهيلينج. هو لابس دنتشر، يعني بين ما يصير هيلينج ده يتعود على الدنتشر، فمن تكمل الهيلينج بروسس مالته، من أرد أسوي له ديفينيتيف أني البروسيس أو الدنتشر النهائي مالته، راح يكون هو أصلا متعود على لبس دنتشر. It's easier to duplicate a natural tooth shape and position plus arch form and with the horizontal and vertical position of anterior teeth. احنا شفناها قبل شوية، الأسنان موجودة بمكانها بعدها، أقدر استفاد من عندها الحجم مالتها، اللون مالتها، مكانها بالفك وين صاير زين. يعني هو من أودي للتكنيشن إيش راح يسوي؟ راح يقلع الأسنان واحد واحد، أي سن يقلعه يخلي بمكانه مباشرة واحد artificial، فراح يجيبها نفس الأرنجمنت ونفس الفورم نفس الشيب مالت الأسنان. There is less difficulty in making polished surface of the denture compatible with the surrounding structure because tongue, lip and cheek have not altered their position because of lack of tooth support. ذكرنا قبل شوي انه الاسنان والبون من تروح يصير التشيك واللبس ما لها سبورت فتتغير، صار بها سينكينج، صار بها رينكلز، بس اذا احنا خلينا لها سبورت نفسها من البدايه فالشكل مالتها ما راح يتغير، التون مالتها ما راح يتأثر، فبسهولة راح أقدر أسوي الفلانجز مالت الدنتشر متماشية مع شكل هذه السوفت تشوز. زين، يعني هذا هسه الكومبليت أو الإميديت دنتشر، وكل هذه الفوائد بي وحيد حلو وواو، أكيد بي ديس أدفانتج. الديس أدفانتجز من ضمنها أنه الإميديت دنتشر مور ديفيكالت أند ديماندينج بروسيجر، مور تايم إز نيدد. additional appointment and increase cost. فهاي كلها لازم اخليها بحساب البيشنت، راح تتاخر، راح تدفع كوست اضافيه، راح ناخذ وقت اكثر. there is no opportunity to observe the anterior teeth in try in appointment. شفناها احنا بالtry in appointment، سوينا try in بس للposterior teeth. anterior teeth ما اني بعدني وقالعتها، بعد هي natural موجوده، فبالنسبة للأستاتيك ما تنحزر، يعني المفروض أنا يعني أحاول جهدي حتى أرتب الأسنان نفس مكان الناتشرال الموجودة سابقا، وترتيب حلوة أعتني بالدنتشر لأنه ما عندي الستيب اللي هي التراين للأنتيريور تيث. عندي retention problem because sometimes it's difficult to accurately record posteriorly located undercut area in presence of anterior undercut caused by presence of remaining anterior teeth. احيانا من اريد اخذ impression اكو عندي اكثر من undercut area. زين، الاسنان الانتيرير وجود اسنان، يعني من يصير patient عنده اسنان مقلوعة واسنان موجودة راح يصير عنده undercut سهواية بالoral cavity. وجود هاي الاسنان راح يعني يصعب علي مهمة انه اني اسجل الاندركاتس كلها الموجودة بالاورال كافيتي. زين، فمن اغفل عن تسجيل يعني مثلا الاندركات البوستيريور ما اسجلها بصورة صحيحة، يعني ما راح اقدر اخذ منها ريتينشن مضبوط، فبالتالي راح يطلع الدنتشر مالتي بور ريتينشن. presence of different number of remaining teeth in various location frequently lead to incorrect centric occlusion or improperly recorded vertical dimension of occlusion. احيانا الاسنان اللي باقيه باقي عنده اكثر من سن لكنه ما يعني موجودات مرتبات متطشرات مثل ما نقول على الجوز، كل واحد صاير بمكان، ما بها articulation مضبوط، ما عندي vertical dimension مضبوط، فوجود هذه الاسنان صعب علي انه ناخذ جو ريليشن و vertical dimension. Therefore, occlusal adjustment or even selective pre-treatment extraction may be needed to record accurate centric jaw relation
at the proper vertical dimension of occlusion. زين، فإذا شفت أني الأمر صعب علي أنه بالفيزت أثناء القلع أو يعني أثناء ستيبس أنه أرتب الإميديت دنتشر مالتي، ما عندي أوكلوجن حتى أضبط الجوريليشن، شو أسوي؟ أقلع الأسنان اللي هي مأثرت لي، مسببت لي مشكلة، حتى لو قبلها أقلع لي سن أو سنين وأرتب الأوكلوزال بلين، أوصلها إلى ستيب أنه أقدر أخذ الجوريليشن والفيرتيكال دايمنشن هاي مضبوطات، بعدين يلا أكمل باقي الخطوات مالتي. These changes require new impression to keep the denture base. أو نكمل يعني من البداية نعيدها. Resorption of bone and shrinkage of unhealed soft tissue are greater and faster than change of healed tissue. البون اللي بعده newly extracted مكان السوكت اللي newly extracted teeth بي المعدل الريزوبشن بي أكثر من معدل الريزوبشن مات البون العادي، يعني المكان اللي هو unhealed soft tissue بعده مكان wound معدل الريزوبشن بي هم أتينا أسرع من التشو العادي. فأحسب حسابي أنه هذا الدنشر ورا فترة قصيرة راح يصير لوز، لأنه راح يصير ريزوبشن بمكان قلع، معناتها راح أحتاج relining ومن جديد وريماونتينج للدنشر على الارتيكوليتر حتى اسوي حتى اتاكد من الاوكلوجن واصلح الاخطاء اللي صايره عندي نتيجه للريلايننج. فانكشنال اكتيفيتيز مثل سبيك ماستيكيشن لايكلي تو بي امبيرد بس ذس از تمبراري انكونفينينس. يعني السبيش مالت البيشنت راح يختلف بالبداية صعوبة عليه أو مو صعوبة، بس راح لفظة للكلمات تتغير، لكنه مع الوقت راح يقدر يتعود يصير بأدابتيشن على هذا الوضع ويستعمله بصورة صحيحة وكأنما يعني ما لابس دنتشر يكون فد شي عادي ومتعود عليه. أجي على أنواع الإميديت دنتشر. أول نوع هو اللي عندي، عندي نوعين إحنا حقيقة. أول نوع الانترم أو الانترم إميديت دنتشر، والنوع الثاني اللي هو conventional immediate denture. interim immediate denture هو transitional dental processes used for short interval of time for reason of aesthetic, mastication, occlusal support, convenience or condition the patient to acceptance of artificial substitute for his missing teeth. هو فتشي مؤقت أنا أسوي، أستعمله لفترة زمنية قصيرة أعوض بها الأستاتيك الماستيكيشن، أنطي أوكلوزال سبورت، أعود البيشنت على لبس الدنتشر، على تقبل الدنتشر، أعود البيشنت على الطريقة على الماستيكيشن وذ دنتشر. زين، يبقى لابسه إلى فترة إلى أن يعني يصير الوقت ملائم أنه أسوي له الدنتشر أو الحل النهائي لحالته. الانترم إميديت دنتشر use temporarily during healing period of the patient to preserve the rich contour. يحافظ لبسه خلال الهيلينج بيريد حتى يحافظ لي على الكونتور ما ترج الى حد قلنا يوصل الى مرحله انه يقدر هذا البيشنت اسوي له بالبيرمننت دنتشر. mainly indicated in patient with periodontal disease that need full arch extraction. اكثر شيء اني المن هذا اسوي مثل ما قلنا patient عندي chronic periodontal advanced periodontal disease بحيث ما يعني hopeless وما له أي علاج، فالمفروض يعني كل الأسنان هذه تنقلع. فال support removal partial denture that the patient desire to retain until insertion of the complete denture. يعني أسوي لأني هذا الدنشر مالته مؤقت الى ان اوصل الى مرحلة اقدر اسوي له الكمبليت دنشر بالنهاية. الconventional immediate denture هو definitive classic immediate denture can be later modified. زين، يعني هو نفسه هماتين دنشر اسوي البس اللي هي immediately بفرق بسيط، يعني لبست هي فترة قصيرة ذاك الانترم وراها ذبيته وسويت له واحد يعني البيرمننت. هذا لا، هذا ما اذبه، ألبسه فترة معينة ولما تخلص هذه الفترة أسوي له ريلايننج وأخلي البيشنت يستعمل نفسه هو كديفينيتيف بروسيسز، يعني ما راح أخسر وأسوي له دنتشر ثاني. زين،
الانترم هاي الفرق بيناتهم هسه راح نشوفها بعد شوية بالنسبة للانترم للانترم الميديا الدنشر. الأسنان كلها موجودة، أنا يعني راح أقلعها وأسوي بعدين الرأسين ألبس بنفس اليوم الدنشر مالته، بس الكونفنشنال لا، أنا يعني قالعة الأسنان البوستيرير وبعدين يعني راح أحضر الدنشر مالتي وأجي بيوم القلع ألبسه، بيوم اللي أقلع الانترم ألبسه الدنشر مالته. فهذا فرق الكونفنشنال عن الإميديا الانترم. إذا أريد أقارن بين النوعين، الانترم transitional or short term prosthesis after the complete healing a second denture is made، ألبسه فترة قصيرة بيوم القلع خلال فترة الهيلينج بيريود وراها أني راح أذبه وأسوي دنشر ثاني. هذا لا، هذا ديفينيتيف أو هو حل نهائي، أسوي الهيا فترة الهيلينج وبعدين قلنا أسوي له ريلايننج ويبقى يستعمله نفسه. عادة الانتيرير والبوستيرير تيث ريمين and they support removal partial denture that patient desire to retain until full arch extraction and denture insertion. عادة البيشنت أبو الانترم راح ألقى عنده أسنان انتيرير بوستيرير موجودة، sometimes لابس partial denture و sometimes بس أسنان موجودة اللي هي البيشنت مخليها محافظ عليها إلى حد ما يسوي الكمبليت دنتشر، لكن مثل ما اتفقنا هذه الأسنان هوبلس وما تنفع بأي شيء. أبو الكونفنشنال عادة نشوف بس الأسنان الأنتيرير باقية، قالع البيشنت البوستيرير وباقية الفيو لور أنتيرير فيو أنتيرير تيث، ما تعطيني سبورت لل يعني عادة يعني ما لابس وياها بارشيال دنتشر، بس مجرد يعني مثل كلاس 1 أو كلاس 2 بس بدون ما يلبس دنتشر البيشنت. موجودات عنده بس الانتيرير مثل ما قلنا. It has only a fair retention and stability at insertion which must be improved by relining tissue conditioning during healing period. احنا هذا الانترم رأسا قلع على الاسنان لبسنا الهيئة، فالريتنشن ما تبو ريتنشن يكون مو مثل ذاك الكونفنشنال. الكونفنشنال انا شفتوها شلون اخذنا برايمر امبريشن وفاينل امبريشن للجزء البوستيرير مالتها، ف الريتنشن مالته راح يكون اضبط. الاوفر اول كوست هاير بيكوز ذا انكلود الكوست اوف انترم ايميديت دنتشر والسكند دنتشر. الكوست التكلفه مالتنا راح تكون اعلى لانه راح اسوي واحد انترم بعدين اذبه نوب اسوي واحد دنتشر نهائي مالته. الكونفنشنال التكلفة أقل لأنه هو نفس الدنتشر أسوي له ريلايننج ونستعمله مرة ثانية. التريتمنت بروسيس تيك ليس تايم أز دنتشر فابريكيشن بروسيجر كان بيجن رايت أواي، كخطوات مختبرية أقل لأنه أنا أخذت برايمري إمبريشن ووديتها للمختبر سوى شال الأسنان وسوالي عليها الدنتشر ورجع لي إياها، يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشغل أنا مكملته بالمختبر، أخذ بس primary impression و final impression أخذهن عندي وباقي الستبس هو راح يكمله، فيختصر علي الوقت أكثر. بينما الconventional تأخذ وقت أطول لأنه راح يكون عندي أقلع الأسنان posterior وانتظر 3 إلى 4 أسابيع بعدين يلا أجي أقلع الأسنان anterior. وشفنا الخطوات إحنا اللي شفناها هذا مال conventional، فالخطوات راح تكون اكثر والتايم اللي راح ناخذه اكثر. الانترم indicated only for only one extraction visit is possible for the patient، ما يقدر يجي ما يقدر هذا البيشنت يلتزم وياك، ما يقدر يجي لك غير مره واحده بس، فاني هذا البيشنت اسوي له الانترم immediate conventional، لكنه اذا يقدر يلتزم وياي can afford multiple visit اكثر من مرة يجي، فهذا أخلي له يعني اللي عنده استعداد جينو يجي أو يحتاج تو كول فيزيت هذا أسوي له conventional immediate denture. Alone alteration of aesthetic and any other factor if indicated in the second denture. زين يعني إذا كان هذا بي الانترم مسوية اللي هي أنا البيشنت بي شي ما حلو، ما مرتاح علي البيشنت ما عاجبه، زين فشكو شي مو عاجبه بعدين الديفينيتيف بروسيس او الدنتشر النهائي مالته راح اعدل هي وارتبه مثل ما هو يريد.
زين، بينما ابو الكونفنشنال هذا ما اقدر اغير الاستاتيك مالته لانه هو دنتشر صار وسوته من البدايه، فوذر هي لايك ات اور نوت راح يبقى لابسه هذا الى ان يخلص الهيلينج واسوي له ريلايننج، بعدين اذا كلش يعني راد لازم يسوي له واحد جديد، ما يقدر نغير بيه بشكل الاسنان او لون الاسنان. The patient has a spare denture to use at the end of treatment. نهاية التريتمنت راح يكون عنده دنتشر احتياطي، صحيح هو مو كلش ريتنتيف بس هو يستل انه موجود في حالة انكسر او ضاع او صار اي شيء على الدنتشر مالته ممكن يلبسه مؤقت بين ما يسوي له دنتشر جديد، بينما ابو الكونفنشنال بالنهاية هو نفس الدنتشر عنده راح يظل يستعمله. الأسنان posterior are not removed before fabrication of immediate أو الانترم immediate denture and vertical dimension of occlusion may be preserved. ما راح أقلع ولا سن، أخليها وأحضر الدنشر مالتي وبيوم القلع أنا راح ألبس الدنشر، فأني محافظة على جوريليشن وعلى vertical dimension مالت البيشنت. بينما بالconventional الأسنان posterior تقريبا initially removed، نقلع البوستيريور ننتظر مثل ما قلنا فترة healing period نرجع نقلع الانتيريور وراها. can be useful to convert existing processes to an interim immediate denture، يعني اذا هو عنده فتخم بارشل هذا البيشنت اقدر بسهولة احوله الى الانترم conventional او interim immediate denture يلبسه فترة لانه انا اوريدي راح اذبه بعد ما يستفاد منه واسوي له denture وراها، لكنه ابو الكونفنشنال ما راح يفيدني انه استعمل denture ماته، واصلا نادرا يكون عنده denture هذا ابو الكونفنشنال لانه انا قان على اسنان البوستيريور، وحتى لو باقي ما راح يفيدني لانه راسا راح اقلع الانتيرير والبس الدنشر مالته. الدايجنوستس وتريتمنت بلان هي حالها حال اي كيس ثانيه، اسوي انفستيجيشن للكونديشن الموجوده، احدد المنتال اتيتيود مالت البيشنت، اشوف السيستميك ديزيز، الدنتال هيستوري، ميديكال هيستوري، و يعني عموما هي الدايجنوستس مالتنا راح تصير فيسين، واحد اكزامينيشن والثاني كونسلتيشن اذا احتاج. الاكزامينيشن راح يصير يعني اول شيء بعين يعني راح اسوي الاكزامينيشن اشوف اللوكال والسيستميك كونديشن الموجودات عنده، شنو احتاج، احتاج اخذ الاكس راي، بري ابيكال فيلم، الراديوغراف او او بي جي اللي هي جنرال سيرفي طالع لي ابر واللور كاست بنفس الوقت، زين واحتاج اسوي الاكزامينيشن للهيد والنك اخاف عنده فد مشكله بيها، احتاج كوستات اخذ له برايمري امبريشن تنتيتيف جوريليشن واصبها ارتكوليتد ستادي كاست، احتاج اسوي بروبينج للبوكيت ديبث حتى بعدين اعرف ايش قد راح اقص من الاسنان مالتي اني، واحتاج الديجيتال اكزامينيشن باصابعنا مثل ما قلنا. The local factor which are important in complete immediate denture the condition of the teeth to be extracted، يعني أشوف حالة الأسنان اللي يعني راح أقلعها، أشوف أحاول أحدد يعني أنا أتنبأ بنوع القلع اللي راح يصير، قلع بسيط أو قلع لازم أشيل ويا بون، لازم يعني ملتي روتد أتوقع أنه هذا راح يصير بون لوس أكثر، إذا يعني لارج بون أو فد كيرفد روت لارج روت هم أتوقع أنه مور بون لوس راح يصير عندي. الشيء الفاكتور الثاني اللي يأثر على التريتمنت بلان مالتي مكان الأسنان و presence of bony undercut or exostosis، لأنه إذا عنده فد بوني undercut أو exostosis هاي المفروض بنفس يوم السيرجري يعني أشيلها وياي بنفس الوقت، زين كل ما تزيد اكثر هاي المشاكل كل ما يكون بور بروجنوسيس، فهذه ال يعني الاشياء كلها راح تطلع عندي باثناء الاكزامينيشن. اشوف الفرينم تحتاج اسوي لها ريليز، الاتاتشمنت مالتها كلش قريبه على الكريست اوف ذا ريدج، زين اختار الشيد اند شيب اوف اكزيستينج تيث شود بي ديتيرمند، اعتمد على الاسنان الباقيه مالت البيشنت اخذ شكلها ولونها.
نسأل البيشنت انه اسنانك شكلها هاي عاجبك، تريد اغير بيها فتشي لو نفس ما هي موجودة. اكو يعني بيشنت يقول لك انا عاجبتني هاي الاسنان حجمها ولونها، وحتى اذا بيها فد شوية الارنجمنت مالتها مو عدل. اكو قسم عاجبتهم ارجع لهم يا نفس ما هم، وقسم لا ينطيك ملاحظات غير لي لون افتح حجم اكبر. يعني نشوف البيشنت بعد هاي وياه. اجي اشيك الميد لاين، the need for modification of the position. اشوف الميد لاين مالته مضبوط لو لا، شلون يتغير المكان مالته. اذا يقلع البيشنت من جهة راح الاسنان كلها تشفى تزحف للجهة الثانية، والميد لاين بدوره راح يتحرك من مكانه. فاشيك الميد لاين مكانه الصحيح لو لا، اقيس له البيشنت vertical dimension at occlusion at rest، اشوف الانتر ارش ديستانس ايش قد موجوده تكفي اني راح اخلي اسنان بيها، ايش قد راح اقدر اسوي اوفر جت اوفر لاب، اشوف اذا هو عنده دنتشر قديم ولابسه، اسوي الاكزامينيشن اشوف الوانه شكله شكل الاسنان اللي موجوده منطيني سبورت حلوه لللبس وتشيك لو لا. زين اشوف السمايلينج لاين مالت الهاي لو هاي سمايلينج لاين ولو هاي لب لاين ولو لب لاين، اشوف ان هذني موفر لي انا هذا الدنتشر او لا. زين بالنسبة للسيستميك ديزيز اشوف خاف عنده فد اني سيستميك ديزيز قلنا اللي تمنع لي من انه اسوي سيرجري او تأثر على الهيلينج بيريد مالتي، بحيث معدل الهيلينج راح يكون اقل او ابطأ من العادة. زين نجي على قلنا الكونسلتيشن انترفيو، كيرفول اكسبلينيشن تو ذا بيشنت اوف ذا ليميتيشن اوف ايميديت دنشر. كونسلتيشن من يامن يعني جبته واخذت اني الداتا اللي احتاجها، اخذت كل الاكزامينيشن من عنده اللي احتاجه، سويت لي بيشنت فيزيت انترفيو كونسلتيشن ويا البيشنت، يابا هذه حالتك كذا وكذا عندك، هل قد معدل نجاح اذا ردت اسوي لك الايميديت دنشر، وهذه الخطوات اللي راح امشي بيها، وهالقد فيزيتات راح تجيني انت. فهاي كلها بهذه الفيزيت تناقشها ويا البيشنت. زين التريتمنت بلان مالتي تشمل عدة خطوات. الخطوة الاولى اورال بروفيلاكسيس، زين ابديها من البداية قبل يوم السيرجري اذا يحتاج سكيلينج. زين اذا فد عنده يعني هي فد اوديما فد او فد مشكله بالسوفت تشو قصدي اللي بالاورال كافيتي، ها كلها عالجها. زين كل هاي المشاكل بعدين راح تقلل لي البوست اوبراتيف انفكشن والبوست اوبراتيف اديما. التوث موديفيكيشن ماني ايميديت دنتشر ويل ريكواير موديفيكيشن اوف ذا اوبوزيت تيث تو كوركت الاوكلوزال بلين اور تو اليمينيت البريماتورتي ان سنتريك ريليشن. اكثر الحالات احتاج انه الاوكلوجن الاوبوزيت الها راح يكون ديستربت، لازم اني اسوي موديفيكيشن لهذا الاوكلوجن، يعني اسنان ما مقلوعه بنفس الوقت، فراح اشوف ناس اوفر ارابتد ناس صاير بيها درفتد، فانا المفروض اني يعني اعدلها حتى اقدر اسوي سنتركليشن مضبوط مالتي. The tooth modification should be done on the patient advance in advance of the final impression. شو وقت اسويها اني هذه الحالة مالت الموديفيكيشن؟ اسويها لمن بيوم اللي يجيني اخذ له الفاينل امبريشن، داخل فم البيشنت ارتب الاسنان مالته اشيل اي فد مشكله مسويت لي انترفيرنس، وبعدين اخذ فاينل امبريشن لهذا البيشنت. دايجنوستيك ماونتينج اوف بري اكستراكشن كاست، اني ماخذه امبريشن للابر واللور ستدي كاست عادي، ومسويت لهن ارتكوليشن على الارتكوليتر حتى اسوي اناليسز للاكلوزر بلين مالته للأكلوجين. يعني مهما يكون راح تكون قدام عيني، مو مثل بالأورال كافيتي وأكو تشيك ولب وما أقدر أشوف براحتي، بلس إنه هذه الكاستات أقدر أسوي لها سيرفينج إذا أحتاجينه حتى أشيك إذا فد بيها فد أندر كات مو واضحة. زين الكاست كان سيرف تو بلان ذا تريتمنت أز أند أز بري إكستراكشن ريكورد أند تو كونستراكت سبيشال تري، يعني راح تفيدني ارسم عليها التريتمنت بلان مالتي، تفيدني كبري اكستراكشن ريكورد وهذه راح نحتاجها بالجو ريليشن، وتفيدني انه اسوي فوقها السبيشال تري. فوتوغراف اوف ذا بيشنت انكلود ا بارت اوف
permanent record، هماتين راح يبقى عندي هاي ك pre extraction record، اخذها واظلها يستفاد من عندها البيشنت. راح تعطيني فكرة عن اللب سبورت، البوزيشن اوف ذا لب لاين، الهاي لب لاين واللو لب لاين، كمية التوث لمن يحكي هذا البيشنت، لمن يبتسم ايش قد راح يطلع من اسنانه، المولد مالت الاسنان، الشيد مالتها، لونها، حجمها، شكلها، كلها راح اني اقدر تفيدني بالتريتمنت بلان مالتي. البروجنوسيس اوف immediate دنتشر تريتمنت، all the prior diagnostic finding will allow the dentist to determine the prognosis of the immediate denture. يعني المعطيات اللي اخذتها انا قبل شوية بمرحلة الاكزامينيشن هي اللي راح تخلي البيشنت يقدر يتنبأ بالimmediate denture اللي راح يسوي لهذا البيشنت، ينجح عنده او لا ما راح ينجح عنده. At this point there will be a good indication of which type of immediate denture is best. يعني خلالها راح احدد اي نوع مناسب اكثر لهذا البيشنت. بعدين لما اوصل الى مرحلة انه البيشنت فهم من عندي اللي انا دا احاول اسوي، فهمت التريتمنت بلان اللي اريد اسويها وشرحت له الاشياء اللي شفتها خلال الدايجنوسيس واقتنع البيشنت، راح تبدي المرحلة الفعلية للتنفيذ. الكلينيكال بروسيجر مالتي، الخطوات شنو راح اشتغل انا، ايش راح اسوي. The procedure for fabrication of conventional immediate denture are similar to these for making complete denture with some modification. شفنا احنا بالفيديو كأنه ما دا يسوي complete denture، شوية بها modification، شوية فروقات عنها. بالextraction visit اشوف اذا اني احتاج اقلع الاسنان كليتها anterior و posterior، فإذا أنا أبو الانترم هذا راح أقلعها كلها بنفس اليوم أنا، بس إذا أبو الكونفنشنال أنا شو أسوي؟ أقلع البوستيريا قبل فترة وبعدين يلا أنطي يعني فد هيلينج في 3 إلى 4 مونث وراها أنا أقلع الأسنان الانتيريا. عادة شو أسوي أنا من أقلع الأسنان البوستيريا؟ أخلي البايكاسبيد اللي هي الـ4 أو الـ5 أخليهم أوبوزيت تو إيتش أذر، واحد بالأبر واحد باللور، حتى تشتغل لي كفيرتيكال ستوبر، احافظ على الفيرتيكال دايمنشن مال هذا البيشنت. خلال العمليه مالتي وانا داخل على الاسنان البوستيريور شفت اكو فد بوني اكزوستوسيس، فد توراي، فد مشكله عنده بالتيوبروسيتي يحتاج تتعدل سيرجيكالي، اسويها بنفس اليوم مالت السيرجري. زين، اما اذا كان عندي واحد من هاي الاسنان او اكثر اني اريد استعمله كابوتمنت مالت اوفر دنتشر، فاني احضره مو بنفس يوم السيرجري، احضره قبلها فتره، سواء كان اريد اسوي له اندو او اسوي كراون عليه او ريدكشن، هذه اكون اني محضرتها قبل فتره مو بنفس اليوم مالت السيرجري. البريمينري امبريشن المفروض انا ما اخذتها من البدايه، اخذها الجينيت وستوكي تراي، بس لانه هو عنده اسنان مكانات بها اسنان ومكانات مقلوعه منها الاسنان، فالاسنان طويله راح اطخ بالدنتشر مالتي، فهذا الدنتشر راح اكيد يحتاج موديفيكيشن، اطول البريفريز مالته بيش بواكس، وزين البليتال تشو راح يكون بعيد عن يعني البليتال بارت مالت التراي بعيد عن البلت، فاحاول اضيف واكس بهاي المنطقه حتى يتقرب على البلت، حتى يعني ما يصير ثيكنس او ما يصير يسجل بصوره صحيحه هاي المكان البلت. اذا عنده شفت البيشنت اسنان لوز متحركة وخفت اني تنقلع من عندي اثناء يعني واني دا اخذ امبريشن تطلع وياي، فاحاول هذه الاسنان اصب او اسد الاندركات، اسد الفراغات اللي بيناتها ابواكس الموديلتي واكس او الواكس موجود اكو فت سوفت واكس يصير لونه احمر اذا تذكرونه بالشيت مات الاسنان، مثبتات بيه الاسنان نفسها اقدر استعمله، اسد بيه الفتحات اللي بين الاسنان حتى ما تدخل بها الامبريشن وتعشق بالسن وتخلع من مكانه وانا اخذ الامبريشن، او اقدر اخلي عليها فد لوبريكانت يعني مثلا فازلين اخلي عليها، ممكن الكبر باند نفسها مات التقويم اخليها دار مدار الاسنان هذه، يعني اي طريقه بحيث امنع انه الاسنان ما تنقلع. وما انسى اخذ مثل ما شفتوه بالفيديو الاندلبل بنسل، قلم الكوبيا ارسم على البلد حتى احدد بها البوستدام اريا.
زين البريليمينري امبريشن هي شنو فادتني؟ قلت اني سويت كاستات مالتي الارتكوليتد كاست، الكاستات على الارتكوليتر حتى ادرس عليها تريتمنت بلان، وحتى سويت الكوستم تري السبيشال تري سويته على الكاستات هذه اللي اخذتها. الفاينل امبريشن احنا كنا نعرف فاده من عندها انه تنطيني فاين ديتيل للرج، وفاين ديتيل للرج معناتها الدنشر راح يكون ادابتيشن ويا الميوكوزا افضل، وراح يكون الريتينشن الى اكثر، يقلل عندي البوست انسيرشن ادجستمنت. التكنيك اللي استعملها مو فد وحده محدده اللي اخذ بها الفاينل امبريشن قصدي، تعتمد على عده عوامل مثل عدد الاسنان، الاندر كات وياها تشو اندر كات، نمبر اند لوكيشن اوف تيث انكلود بالاميديت دنتشر تريتمنت، التايب اوف بلانت سيرجيكال اوبريشن نوع العملية، نوع السيرجر اللي راح اسويها اني، التايب اوف امبريشن ماتيريال اللي راح اخذ بها الامبريشن، والسكيل اند اكسبيرينس. اكو مواد تحتاج سكيل عندي يعني واحد عنده سكيل اكثر خبرة اكثر حتى يقدر يستعمل هذه المواد. there are two ways to fabricate the final impression tray، طريقتين اني حتى اسوي التراي اللي راح اخذ بيه الفاينل امبريشن. هذا التراي الفاينل امبريشن تراي او الفاينل السبيشال تراي، اما انا راح اخذ بيه طبعه واحده سنجل فول ارش كاستم تراي امبريشن، يعني مره واحده اخذها للكاست كانما دا اخذ امبريشن اني للكومبليت دنتشر عادي، كانما دا اسوي سبيشال تراي عادي. الفرق انه عدد الاسنان بالكونفنشنال اكو كم سن انتيريور لي، وبالانترم الاسنان كلها موجوده. فبالانترم الكاست عندي موجود، الاسنان اخلي فوقها طبقه مال واكس حسب الماتيريال اللي انا اريد اخذ بها الفاينل امبريشن. اذا اريد اخذها بالاستاميريك ماتيريال اخذ اخلي بها فوقها 2 ملم يعني شريحتين واكس، واذا انا اريد اخذها بالالجينيت اخلي اغلفها بثلاث شرائح من الواكس، اغلف الاسنان على الكاست قصدي نفسها، وفوقها اسوي السبيشال تراي مالتي. زين اقدر يعني ارتبها واسوي سبيشال تراي مثل بالضبط كانما دا اخذ امبرشن مال فاينل مال سبيشال تراي. يعني اقدر حتى اسوي ستوبرات او شيء في حالة الكونفنشنال، في حالة الكونفنشنال عندي الاسنان الانتيرير موجودة والبوستيرير ماكو اسنان مقلوعة، فالدنتشرلس اريا البوستيرير اللي اعاملها معاملة كومبليت دنتشر، احتاج تشو ستوبر مرات اذا اريد اسوي لها الفلانجز مالت الدنتشر اخليها اندر اكستنشن بالفستيبيول اسويها مثل ما سوى بالفيديو هو هذا هسه بوردر مولدينج بالكرين كومباوند. زين احاول يعني بوستيرير اللي اخليها توصل للريترومولر باد اريا والهاميولر نوتش على مود يطلع لي عندي اللي يعني تنطيني سيل حلو للدنتشر مالتي. زين واسويها من سيلف كيور او لايت كيور اكريليك اسوي بي التاي مالتي افنشه، وبعدين الفاينل امبريشن ناخذها بماتيريال المفروض تكون الاستيك مو ريجيد امبريشن ماتيريال، لازم الاستيك مثلا الريفرسيبل هيدرو كولويد اللي هي الالجينيت بولي سلفايد رابر بيست بولي فينايل سيليكون او بولي ايثر. هاي سويناها خطوه واحده، مره واحده اخذنا امبريشن هذه اللي قلت اني هسه عليها، غلفت الاسنان الباقيه بواكس حسب الماتيريال قلنا اللي انت تاخذ بها الامبريشن، طبقتين ثلاثه من الواكس تغلف بها الاسنان الموجوده، وفوقها تخلي الاكريليك تسوي السبيشال تراي مالتك. الطريقه الثانيه اللي هي تو ترايز او سكشنال كوستم تراي، يعني كوستم تراي ينقسم او تريات اثنين. هذا الطريقة اللي شفناها بالفيديو احنا هسه قبل شوية يعني نستعملها ويا الكونفنشنال ميديا دنتشر، سوى تريات اثنين، واحدة للجزء البوستيريال الادنتشلس اريا مثل ما شفتوها مدها على البلات كليتها وعلى البليتال سيرفس مات الابر تيث لحد الانسايزال ايج، ووقفت ما غطى الانسايز الانتيرير تيث كليتها. زين والبوردرز ماتها سواها شورتر من الجاند فيستيبيول 2-3 ملم، وبعدين سوى
سوى عفوا البوردر مولدينج صورها بجرين كومباوند زين. التري از ميد وذ واكس بلوك اوت فور تشو اندر كات اند انترتنتال سبيسز، سوى بلوك للاندر كات للفتحات اللي موجوده بين الاسنان زين، وخلي عليها الاوتو بولمايزنج اكريليك ريزن او اللايت كيور الاكريليك، سواها سواها رتبها عليها وسوى بها هذا التري. وبالنسبة للجزء الأمامي يعني هذا اللي ترى إحنا سويناه، قلنا نسوي للجزء البوستيرير بس. بالنسبة للجزء الأمامي أنا راح أخذ إمبريشن، أخذها بالألجينيت. طبعا هاي إحنا شنو هاي أكون أنا مكملة الإمبريشن مالت شلون نفس ما شفناها بالفيديو بالضبط، مكملتها أخذتها بالزنك أوكسايد مثل هذه، وشلت الزيادات شفتوا قصها بالمقص، وارجع أخليها بالبيشنت ماوث زين. انه بشنو اسوي مثلا اذا انا بخليت الهاندل هذا التري اقص، اقدر اقص الهاندل مالته واخذ امبريشن للجزء الامامي للاسنان وهو لابس الجزء الخلفي، يعني مشابهة اذا تذكرون للهندلز اند ميكلين اللي شرحناها هاي التكنيك، بحيث الجزء البوستيريور موجود بمكانه. anyway الامبريشن البوستيريور اخذناها للرج، البس اللي هي ارجحها بمكانه، اجي اخذ امبريشن للجزء الامامي للاسنان. شان اخذها يا اما مثل ما شفتوها بالفيديو، جاب هذه الرابر بيز الهيفي بوتي مالته وخلاها ادابتد على الليبيال سيرفس، هو بشرط انه ادخل للفول ديبت اوف ذا فيستيبيول، او ممكن اني اسوي سبيشال تراي بنفس الوقت، يعني اسوي اثنين سبيشال تراي، واحد للبوستيرير واحد للانتيرير اريا، او ممكن اجيب البلاستيك الستوك تراي واقص الجزء الامامي واخذ بيه للمنطقة الأمامية. المهم بأي طريقة ممكنة أني أخذ إمبريشن لجزء الأسنان الأمامية بواسطة الألجينيت، فهاي الطريقة يسمونها سكشنال، لأنه صار الترايمات على جزئين، تريات اثنين أخذت بالأول وبعدين أخذت فوق الأول بالثاني وطلعتهم مرة واحدة as one piece من الأورال ماوث. هذه الصورة تقريبا مشابهة للي شفناها هسه احنا بالفيديو، اللي هو جزء البوستيرير سوينا على اتري وبهاندل اخذناها سوينا بوردر مولدينج وبجرين كومباوند، واخذنا امبريشن بالزنك اوكسايد لجزء البوستيرير، وقلنا شوفوا هذا التري يمتد على البليتال سيرفيس ويوصل للانسايزر ايج ويوقف ما يعبر لايبيالي زين. وبعدين رجعتها للبيشنت ماوث، شلت الهاندل من عندها واخذت امبريشن هذا ستوك تري عادي الجينيت، اخذنا بها اوفر اول امبريشن زين. فمن نقلبها راح تكون هذه شكلها، جزء الانتيرير مالتها اسنان الجينيت وجزء البوستيرير بالرابر بيز او سوري بالزنك اوكسايد. هاي شكل السبيشال تري، ماخذين بي احنا الجزء البوستيرير وبعدين الجزء الانتيرير اخذناها بالالجينيت، تطلع شكلها بالنهايه هيك شكلها الامبريشنز زين. وصلنا لمرحلة شلون اخذ vertical dimension هذا البيشنت وشلون اسجل الجو ريليشن. في حالة انه كل الاسنان كانت عندي موجودة مثل الانترم او موجودة عدد يعني معين من الاسنان، يعني محافظت لي على vertical jaw relation ومحافظت لي على vertical dimension وعلى الجو ريليشن زين، فهاي ماكو داعي انا اسوي بايترم واخذ جو ريليشن لان عندي ريليشن موجودة. اما اذا كان عدد الاسنان الموجودة قليلة مطشرة بس انتيرير موجودات، هذه مثل في حالة الكونفنشنال اميديت دنتشر، هذه لازم اسوي بايت اني والجزء البوستيرير اسجل عليها الفيرتيكال دايمنشن مالت البيشنت واخذ بها جو ريليشن. اقدر اعتمد على الاناتوميكال لاند مارك الموجودة مثلا ريترومورال باد اريا زين، واضبط عليها البايت رم مالتي واخذ الجو ريليشن. المرات البيشنت الفيرتيكال دايمنشن مالته ما مضبوط، يعني احتمال ماكو رايح البوستيرير ستوبر عنده فصاير انتيريرلي ديب بايت، يعني كانما اللور تيث صاير اوكلودد على البيتال سيرفيس مالت على البلت ابر، صار عنده ديكريز بالفيرتيكال دايمنشن، فاحتاج اني انه بالدنتشر من اسوي افتح البايت مالت البيشنت شويه مالت البيشنت الماوث، هاي انا شقدر اقدر شوية ازيد الفيرتيكال دايمنشن بهاي الحالة. مرات لا بالعكس البيشنت يجيك عنده اوبن ماوث انتيريرلي ما طابق عنده، يعني اكو فتحة بين ابر واللور تيث،
هاي أسنان وقت القلع ما متأخ يعني مو نفسه، صار درفتينج بالأسنان، أوفر إربشن بقسم من عندها، فهم أحاول هاي المشكلة أعالجها. شلون هذه أعالجها على الكاست نفسه، أقص الأسنان على الكاست على الأرتيكوليتر إلى أن تطبق الكاستات واحد ويا اللخ، وأكمل الشغل مالتي بحيث يطلع بعدين الفيرتيكال دايمنشن مالت البيشنت مضبوط. رتبت وكملت، أخليها على الأرتيكوليتر وأحدد عليها، أجي على الأرتيكوليتر هالكاستات أرسم الأسنان اللي أريد البيشنت يقص لي إياها، أحط سوري التكنيشن أريد يقص لي إياها، أحط له خط وين المفروض يقص لي لحد أي حد يوصلها، يعني أرسل له اللون مات الأسنان حتى يجيب لي مقارب لون أسنان البيشنت. زين هذا عندي البيشنت، شوفوا سوينا له بايترن للأبر واللور، وأخذنا له جو ريليشن، وهذه بايت ريجستريشن ماتيريال، هذه هي الكاستات بعد أن صبيناها، بعد أخذنا جو ريليشن إلها. زين عندي هاي الحالة، شوفوا البايت مالته شلون صايرة ديب، بحيث ال هذه الأسنان وين طابقة على الميكوزا مالت الأبر. إذا بهاي الحالة على هالوضعية هذه أنا ما أقدر أخلي أسنان هنا، ما أقدر أخلي دنتشر، فالمفروض أني أغير vertical dimension of occlusion، أفتح البايت مالته بحيث يصير عندي سبيس هنا أقدر أخلي بيه أكريليك وأسنان، فهذه أسميها altering the existing vertical dimension. زين أنا بالدنتشر مالتي أخلي أعلى من اللازم، أفتح البايت مالت البيشنت بي. زين بالبداية هي طبعا يصير هذا الحائل شيء مزعج للبيشنت، بس شوي شوي يتعود عليه، بعدين برجع له الفتحة مالته نورمال حتى اقدر اني اخلي، لو ما اسوي هذا الشيء ما راح اقدر يعني اوفر سبيس اخلي بيه الدنتشر مالتي. زين وصلنا مرحلة انه ارتب الاسنان على الكاست مالتي، أنا كملت الكاستات مالتي وصبيتها على الارتكليتر، أبدي أقص الأسنان من هاي الكاستات. زين المفروض أنا صبيتها سنتريك، والأسنان اللي راح أستعملها أستعمل أكريليك تيث لأنه بها خاصية حلوة، أنه شوك أبزوربر، أنه ممكن يصير بها ريزوبشن بالنسبة قليلة ما تأثر على الناتشرال تيث ذا أوبوزت إلها، فأني أستعملها هي أفضل. بالنسبة للأنتيريور تيث أكثر من طريقة اقدر اسويها اني، بس يقول لك الافضل انه انت ما تشيل كل الاسنان مره واحده، نشيل جهه مثلا سنترال لاترال كناين وارتب الاسنان بها، وبعدين اجي على الجهه الثانيه سنترال لاترال كناين، بعدين المعاكسه لها، يعني جهه جهه ومجموعه مو كلها مره واحده الاسنان، هيك تكون اسهل عندي من اني اريد اسوي السيتنج مالت التيث. زين كميه الاكستراكشن أنا أعتمد على البروبينج ديث بريودنتال بروب، وأقيس للبيشنت الدبث مالت السلكس مالت الفيستيبيول أو سوري الدبث مالت البوكيت مالت الأسنان أقيسها، فأعرف أني مثلا هاي المنطقة أحتاج 2 ملم جوا الجنجفيغوس، أحتاج هنا 3 ملم تحت الجنجفة، فأرسم له خط لحد اللاين أقول له هنا أنت راح تقص، والفيشيال سيرفيس همات هنا يقص من عندها شوية على مود ترتيب الأكريليك بيها، يقص ليهن ويحضرهن على مود، يعني قلنا السن اللي يقصه يجي يخلي مكانه مباشرة، شوفوا يقص من هنايا رأسا يخلي، هسه احنا ايش قصينا؟ قصينا الجهة اللفت اللي هي هذا سنترال لاترال كناين 4 5 6. زين ورا ما كملناها هذه الجهة اليمين موجودة، اجي اقص الجهة اليمين وهذه اللي هي هذه الأسنان باليمين، وأجي أسوي لهم سيتنج، يعني ما قصيت كل الأسنان من الأبر آرش بنفس الوقت. زين نجي على مرحلة التراين، قلنا ياهو اللي ما نقدر نسوي بيه تراين الانترم لو الكونفنشنال، الكونفنشنال الانترم ما بي تراين، ما أقدر أسوي بيه تراين لأنه أكو أسنان أمامية موجودة، أقدر أسوي التراين وين؟ بالكونفنشنال، لأنه الكونفنشنال موجودة أمامية وبوستيريور مقلوعة، فأقدر أسوي تراين للبوستيريور تيث، فأول كونفنشنال أسوي تراين، أجيب البيشنت الفيزيت ألبس الأبر واللور دنتشر مالته، أو بس الأبر كونفنشنال أو واتفر ألبس الهيال كونفنشنال دنتشر، وأشيك الأوكلوجن أشوف الفيرتيكال دايمنشن مالتي مضبوط ولا لا،
اشوف انتركس بيشم يا باقي الاسنان، اكل ورق، اشيك السنتريك، اذا السنتريك مضبوط اوكي كمل شغل، اذا السنتريك مالتي اوف او غلط معناتها ايش لازم اساعد السنتريك، اروح على اللور الكاست اللور مالت الارتكليتر اشيله واخذ سنتريك ريليشن جديده وارجع الكاست مالتي اصبه على اساس السنتريك ريليشن الجديده. زين من البيشنت اخذ الريكوردز مالتي اللي هي الميد لاين الكناين لاين الهاي هاي واللو لب لاين، زين واحددهن على الارتكليتر هاكا جايد الي تفيدني. اكو قسم من البيشنت يقول لك انا استغلها فرصه اخلي اللوكينج بيرفكت لوكينج تيث عندي، شكو فد شي كان ما عاجبني قبل باسناني اغيره، اغير اللون اغير الشكل الارنجمنت. اكو قسم لا يقول لك شلون ما موجوده الاسنان شلون اللون والمكان مالتها كلها نفس ما هي رجع لي اياها، سن بي ثلمه شويه سن شويه من فتحه بي كلها رجع لي اياها نفسها بحيث المقابل ما يحس بي اني مسويه دنشر لابسه دنشر. فتبقى هذه هي الديزاير مالت البيشنت. وقلنا نرجع نصب على الارتكليتر والواكس كونتور مالت الدنشر مالتي راح يكون نفس كانما واكس كونتور مال كومبليت دنشر بفرق واحد بسيط، يقول لك من الافضل انه الفلانجز مالت الليبيال فلانج تخليها شويه ثك، تحسب حساب انت بيوم السرجري راح يشيل بون او شيء او يصير عنده سور سبورت فتضطر تشيل انت من الفلانج، فحتى ما تصير الفلانج مالتك ويك وتنكسر لا خليها انت اصلا ثيك من البدايه احسب حسابها. ميد دنشر كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو فلانج تايب، حسب الفلانج حسب نوع الفلانج، عندي نوعين، عندي فلانج تايب اللي هو هذا النوع هذا فلانج بها فلانج سواء كانت بارشال فول فلانج كومبليت فلانج هذا هي فلانج التايب، واكو النوع الثاني اللي هو فلانج ليس تايب اللي هو اوبن فيسد هذا ما بي فلانج، فيا اما فلانج بارشال او كومبليت فلانج او ماكو فلانج اوبن فيسد او سوكت تايب. ان كيس اوف فلانج ليس دنتشر اللي يسمونه نفسه الجام فيتد او السوكت فيتد انديكيتد وين شو وقت هذا استعملها، هاي الحاله اللي هنايا لما يصير عندي البريماكسيلا از بروميننت العظم الفك هنا مالت البيشنت كلش متقدم. زين اذا انا جيت وخليت فلانج مالت الدنشر معناتها راح يصير المنظر امامي اللبس كلش بالكي فتعطيني اقلي ابييرنس. زين ف حتى اتلافى هاي المشكله اشيل الفلانج مالت الابر دنشر، بس بهاي الحاله البريبريشن مالتي لما اجي اقص الاسنان لما اقصها من الكاست راح اخذ شوية أكثر من القص العادي، أنزل بدبث 5 ملم بالستون أسوي دوم شيب هيجي داخل الستون مكانات الروت مالت التوث بالضبط. النيك اوف ذا ارتفيشال تيث از بليست او توث بليست ان بريبريشن ات ذا تايم اوف انسيرشن، يعني هسه هذا التوث هذه ماكو هذه النيك مالته هذه الدائرة راح وين تقعد؟ راح تقعد بالفتحة اللي بالسوكت اللي أنا حافرتها قلنا تقريبا 5 ملم الدبث مالتها، بعدين من راح ينقلع الأسنان تنقلع لهناية هذا وين راح يقعد؟ راح يقعد بالضبط بالسوكت مالت الأسنان. أكو فد اختلافات عندي بين the type of immediate denture regarding the flange extension أو الفلانج partial flange complete flange وشنو الفرق بيناتهم. بالنسبة للفلانج الدنشر cover the cloth completely and protect the area also the flange denture extend equal pressure exert equal pressure on both lingual and labial side reducing the post extraction hemorrhage. شفتوها انتو راح يغطينا كل مكان الاكستراكشن، مكان هذا الاكستراكشن سايد هنا راح يغطيها labially ولينجوالي الها، فيغطي الكلوت كومبليتلي يحافظ عليها ما راح تروح، الهيمورج راح يقل عندي. زين كأبيرنس يا هو الأحلى ورا فترة ورا ما يصير عندي يبدأ الريزوبشن الشكل مالت الفلانج الدنشر ما راح يتغير نفس ما هو، هو أكلك قابل شيء يصير بي، بس الفلانجلس بالبداية من أخليه أني شكله حلو ميوكوزا موجودة هنا والأسنان فوقها يعني أستاتيك كلش بيرفكت، لكن ورا فترة راح يبدي عندي الريزوبشن مكان القلع، فش راح يصير عندي؟ راح تطلع عندي فتحة
تظهر بين الأسنان بين الميوكوزا، فالأستاتيك مالتي راح يصير محلو بهاي الحالة. الفلانج دنتشر allow freedom in positioning of teeth، عنده حرية هذه بالنسبة للفلانجز. عندي كمية من الأكريليك، شوفوا كمية الأكريليك partially أو complete فلانج، أقدر أتحكم بمكان السن، أطلع على بيري أكثر، أرجع يعني أحركه، مو شرط أخليه بمكانه. هاي إذا كان البيشنت يريد أغير مكان الأسنان مالته، بس أبو الفلانجز اللي ما بيها فلانج أنا مجبرة إنه التوث يكون بالضبط نفس مكان التوث اللي راح أقلعه، لا راح أقدر أغير مكانه ولا راح أقدر أعدل بالشفت مالته إذا بيفد شفتينج أو فد مشكلة. An upper denture flange on the upper denture create more effective border seal and better retention achieved with an open faced denture. طبعا أبو البارشل أبو البي فلانج راح يكون الريتينشن مالته والبوردر سيل والستابلتي مالته، أو يعني الريتينشن مالته أضبط من اللي أوبن فيسد اللي هو يعني بارشلي يغطي لي للفلانج. The presence of labial flange produce stronger denture. Labial flange and make the denture stiffer. يكون أقوى. الدنتشر اللي هو open faced يكون عرضة للميدلاين فراكتشر لأنه flexing راح يكون بيه أكثر من العادي. إضافة إلى أنه أنا من نرد أجي أخلي تيشو كونديشنر، لمن هو الدنتشر بيها فلانج راح يحافظ لي على التيشو كونديشنر بمكانها لأنه تتبطن داخل الدنتشر على الفيتينج سيرفيس، بينما السوكت فت راح توقع الماتيريال من عندي رأساً. السوكت فت أنا أسويها وين؟ هذا بس بالأبر، بالنسبة للور ما أسوي هذه الحالة لأنه هو بدون شيء، اللور مغطي لي مساحة قليلة، اللور بور ستابلتي، اللور لور تنشن، والنوب أنا أضيف له اللي أسوي عليه أوبن سوكت، فمعناتها أي ستابلتي ما راح يظل موجود بي. السيرجيكال تيمبلت شفناها هسة، الشريحة الشفافة اللي أثناء الفيديو قلت لكم راح شوية نحكي عنها. هو thin transparent form made of acrylic acrylic duplicating the tissue surface of immediate denture. هي تشبه بالضبط الدنتشر بيز او التشو سيرفيس مالتها، هو نفس الكاست انا يعني مسوي عليه يعني مو نفس الكاست خاف ينكسر، نسوي عليه دوبليكيشن للكاست. ماستر كاست مالتي اسوي دوبليكيشن صار ماستر كاست ثاني، واحد اسوي عليه الدنتشر والدوبليكيتد اسوي عليه السيرجيكال تمبلت. هذا أكريليك شفاف أسويها أدابتد عليه وأحضرها بحيث من أفوت وياي بيوم العملية عندي دنتشر وعندي تيمبلت، هذا سيرجيكال تيمبلت. قلعنا السن مثل ما سوى بالفيديو وشال كمية البون اللي يريدها وسوى رتب المكان، أجي هذا مثل ما تشوفون بالصورة لبسناه للمريض بمكان القلع. أجيت باوعت وين المكانات اللي بيها برجر ضغط برجر أرياز، طلعت عندي هناية هناية، ها كلها برجر أرياز طلعت عندي زين. اجي للبيشنت ماوث اشيلها اعدلها بالبيشنت ماوث، اشيل احتاج معناته هنا انا احتاج تعديل بعد الهاي البون، ارجع السر للتيمبلت واشوفه زين الى ان اوصل الى مرحله ماكو ضغط، معناتها الشيبينج مالت البون مالتي كافي ادكوات. وها هي الفابريكيتد سيرجيكال تمبلت تيك الجينيت امبريشن فور ذا ماستر كاست افتر ذا كاست هاز بين تريمد و افويل بويل اوت ستيج ذن بور امبريشن وذ ذا سيم وذ ستون اند ميك كلير اكلير كريزن. هاي الطريقة شلون احنا سوينا الاكريليك هذه الستنت شلون سويناها على الكاست مؤتي زين. هي هاي بس الفائدة الوحيدة من عنده، يعني بعدين وراها راح اذبه ما راح استفاد منه شيء، بس هو يعني حدد لي المكانات اللي ممكن تنضغط بالدنتشر مالتي، سوي لي سورنس عند البيشنت تأثر على الستابلتي مالت الدنتشر، فتلافتها من البداية وقللتها اني شلتها. البروسيسنج اند فينيشينج للدنتشرز هذه قصدي. الطريقة اللي أفنش بها الإميديت دنتشر هي كأنما أنا أفنش دنتشر عادي، نفس الطريقة يتفنش. الأندر كات إذا أنا مسويتها بالدنتشر أحاول أسويها ثيك،
واحاول ما الغي اي اندركات، لانه اي اندركات ممكن تفيدني بالريتنشن، فاحاول اذا يعني اكو انترفيرنس يصير بها اغير الباث اوف انسيرشن، افضل مما الغي وحده من عندها. زين، بعدين انا من حضرت الكاست مالتي احتمال اكو مكان حفرت بيه اكثر من اللازم، فبعدين من اخلي الاكريليك فوقه يطلع كتل بالفيتنج سيرفس مالت الاكريليك، يعني بومبس نسميها. فهاي البومبس نشيلها كليتها، ما اريد فد شي يضغط لي على الرج، اول شي ممكن ياذي البيشن، ثاني شي انا اريد الهيلينج مالت الرج يكون سموث ويظل شكلها هذا الشكل الكيرفشر كونفكس شيب، اظل احافظ عليه يعني كانما دا اوجه الفورم اوف هيلينج. ومن اثنيناتهم السيرجيكال تيمبلت والدنتشر، بما انه انا راح استعملهم بنفس يوم السيرجري يفضل انه يتعقمون، يلا البسهم للبيشنت. نجي على البليسمنت اند بوست اوبراتيف كير، شلون راح البس البيشنت وشلون راح يعني البوست اوبراتيف كير الى شلون. اذا البيشنت ما عنده شيء بس القلع يعني بس يقلع الاسنان مالته، راسا نتفق وياه يجيني بيوم القلع. اما اذا انا اريد اسوي له اوفر دنتشر او عنده فد برج انا اريد اقص قسم من عنده اشيله او اي شغله ثانيه، لا عنده يحتاج هاي اجيبها قبل فتره انا يعني واحضر اللي هي قبل يوم العمليه. بيوم السيرجري مني يجي اريد اقلع، اذا كان عندي اكثر من سن اريد اقلعه، فاني ابدي اقلع الاسنان البوستيريور وبعدين يلا اقلع الانتيريور. ليش؟ اول شغله انه احتمال اذا قلعت انت الانتيريور مثلا قلعت الفايف وتريد تقلع السكس اللي ورا، اكو احتمال وانت تقلع السكس تأذي السوكت مالت الفايف ويرجع يصير بي هيلينج، تروح الكلوتا من عنده او شي. بلس انه من انت قلعت الفايف البلد راح ينزل بوستيريرلي ودستركت الفيجن مالتك، فالافضل ابدا اقلع انت البوستيرير، يعني مثلا اقلع 7 6 بعدين الفايف، هيك التسلسل مالتها يكون. وبنفس يوم السيرجري قلنا جوا ايدنا السيرجيكال تيمبلت، اخلي اتشيك خاف عندي فد هاي سبوت، خاف عندي فد الريجولر شي مات البون، واكمل ارتبه الى ان يقعد ثابت بمكانه. وبعدين اجي اتشيك الاوكلوجن، اشوف الاوكلوجن مات البيشنت، خاف اكو فد بريماتشور كونتاكت يسوي ديفلكشن بالاوكلوجن، لان هذه اشوف شلون سويتها اني بريشر انديكيتنج بيست، شلون سواها بالفيديو للجزء البوستيريور، شاف اكو فد اثنين هاي سبوت وعدلها بالبريشر انديكيتنج بيست، اشوف اذا احتاج فد موديفيكيشن بالاوكلوجن، اذا الفرينم يحتاج لها يعني ريليف اكثر، يعني ارتبها بهاي الحاله. When both anterior and posterior teeth were extracted, tissue conditioning liner can be used to create to increase the retention and faster healing, but the material should not be allowed to get into the extraction site. It should be trimmed by rounded hot instrument. يعني أنا جاية لما أريد أقلع كل الأسنان anterior posterior أكو احتمال أنه الدنشر ما بي retention، فبهاي الحالة استعمل التشو كونديشنر اخليه بالفيتنج سيرفس مالت الدنشر. زين، وحتى اضمن انه لان اذا استوى قالع وخليت انا التشو كونديشنر بعد ما صاير ست اكو احتمال يدخل بالسوكت، فش اسوي؟ اجيب الهاند بيس مع الوكس نايف مالتي واحميها على مي حار، احميها بال خليها تكون حامية مي حار او الفليم، بعدين امسحها بكلينيك سايل، المهم تكون حارة، اخليها على التشو كونديشنر كانما راح بالفيتنج سيرفس، كانما راح تيبس تخليه مو كلش فلوبل، فمن نلبس الدنشر ما راح يدخل داخل السوكت، بس مجرد يدخل يظل على السيرفس ويتصلب على السيرفس. زين، هسه كملت وقلعت ولبست للبيشنت الدنشر، شلون راح نعطي التعليمات؟ شو وقت يقلعه، شلون ينظفه؟ ابدي اعلمه، نقول له انت اول شي لازم ما تتمضمض ولا تشرب مي حار حتى ما يصير، وما تنزع الدنشر مالتك شي يصير خلال اول 24 ساعة. زين، ونقول له اذا انت صار عندك بين بهاي الفترة لا تتصور انه انت من تنزع الدنشر راح يروح عندك هذا البين، لا ابقى لابسه لمدة 24 ساعة حتى يقلل لك البين وحتى يقلل لك البليدينج اللي احتمال يصير عندك، لانه راح يمنع الانفلاميشن هو. زين، فيقلل عندك البين. زين، اذا انت اذا هو البيشنت نزعه قبل 24 ساعة ايش راح يصير؟ ما راح يقدر يلبسه بعد، ليش؟ لانه راح يبدي الانفلاميشن، لازم يصير مكان اكستراكشن، ف
فالانفلاميشن شنو من الميزه اللي بي انه يسوي سوولينج وياه، يعني حجم التشو راح يزيد، يعني مستحيل راح البيشنت راح يقدر يرجع يلبس الدنتشر ثاني الا هذا السوولينج يروح من عنده. لذلك انا اوصي انه انت لا تقلع خلال هذا ظل لابسه خلال اول 24 ساعه. اذا صار عندك بين مزعج نقدر نسوي له ايس باك، كمادات مع الثلج، خليها بتيس، خليها على الفلانج على الدنتشر انتيريرلي 20 دقيقه واوخرها 20 دقيقه، هاي باول يوم. زين، فقلنا لازم ما يقلعه، يظل لابسه اول 24 ساعه، اذا قلعه اكو احتمال يصير عنده سوولينج، وبعد يظل 3 الى 4 ايام يلا يقدر يلبسه. زين، خلال هاي ال 24 ساعه خوا يموت من الجوع؟ لا، نقول له اكل انت سوفت دايت، اشياء خفيفه. تقدر تاخذ انالجيسك اذا صار عندك وجع، ونعطي انتي بايتك احنا. تعال لي ورا 24 ساعه. ورا 24 ساعه شو اسوي؟ اني اشيله، اشوف اذا اكو فد سور سبوت عنده، مكان وين يصير عندي اكثر شيء سور سبوت، مكان الروت مالت الكناين لان هي بروميننت، فالاكريليك هنا يسوي لي بروجن اريا، فاتشيك هذه المنطقه وغيرها اذا بها سور سبوت. شفت بعيني ما شفت، اقدر اخلي بروجر انديكيتنج بيس واتاكد الى ان ارتبها. اشوف الاوكلوجن مالته يحتاج في التعديل او لا، او هو مضبوط. زين، كملت كل شيء، ارجع للدنتشر مالته، هاك عني لبسه بمكان لبسه وروح بيه هسه. شو اقول له؟ اقول له انت راح تبقى هذا الاسبوع اسبوع كامل تلبسه داي اند نايت، حتى بالليل تلبسه، تنزعه شو وقت؟ تنزعه 3 إلى 4 مرات باليوم، او الافضل انه تنزعه ورا ما تخلص الاكل مالتك، خلصت الوجبه انزع الدنتشر، اعلمه تنزعه تتمضمض شلون ماوث رينز تنطي، يرجع يلبس الدنتشر مالته من جديد ما يظل نازعه. زين، ورا 7 ايام عادي، يعني ورا ما يخلص 7 ايام عادي تقوم تنزع، تجيني انت شو اسوي؟ اخلي له تشو كونديشنر او اغير التشو كونديشنر اذا هو موجود، وبعد عادي هو يلبسه وينزعه براحته. انطي موعد فيزا ثانيه خلال شهر، ورا شهر يجيني، لانه هذا راح يحتاج اسوي له اللي راح يصير عنده ريزومشن، فراح يصير عنده الريتنشن لوز ريتنشن، فاقول له تعالي ورا الشهر واشيك له. وهو الافضل يكون خلال هذا الشهر، خلال هذا الشهر يجيني اكثر من مره، اشيك التشو كونديشنر اذا يحتاج، اشوفه اذا راح يبدي الدنشر مالته يصير لوز، ولوز الى درجه انهم لا بالحد شي يقدر يحكي بي، لا يقدر ياكل بي، فاقدر اخلي دنشر ادهيزف خلال هاي الفتره اني الى ان يجيني، يعني خلال هاي الشهر. زين، خلال اسبوعين اقدر الكاستات مالتي اصبها، اسوي يعني اخذ جوريليشن جديد واصبها على الارتكليتر، واشوف ممكن يعني اذا اريد اسوي يعني حتى اقيم الحاله، اقيم وين وصلت، اقيم اشوف الاوكلوجن مالته بعده صار يعني ديفكت او لا لسه بالريزوبشن، فاصبها على الارتكليتر واقيم الحاله مالته. السبسيكونت سيرفيس فور ذا بيشنت ويز ان ايميديت دنتشر، أنا خلال هاي الفترة يجيني تشيكت إذا عنده في السور سبوت وسويتها إليمينيشن، أشوف الهيلينج مال التشو وين صار، أنطي فد ريكول بروجرام يجيني هو حتى أغير له التشو كونديشنر، أخلي له لاينر إذا أحتاج، وأشيك معدل الريزوبشن. تقريبا هو أول 3 أشهر معدل الريزوبشن كلش قوي، بعدين يبدي يقل. الفريكونسي أوف تشينجينج ذا لاينر، يعني المعدل انه ايش قد انا لازم اغير السوفت لاينر او التشو كونديشنر، هاي يعتمد على البيشنت نفسه، على الهايجين مالته، على السموكينج هابت، على الدايت. زين، الابحاث بينت انه السوكت مكان اكستراكشن مالت التوث كالسيفيكيشن يحتاج ل 8 إلى 12 شهر. زين، خلال هاي الفترة معدل الريزوبشن او حجم الريج راح يصير يقل 20 إلى 30% من حجمها الاصلي، خصوصا اول 12 شهر، بعدين وراها لا يكون معدل الريزوبشن بصورة طبيعية. الريزوبشن باللور ليب is about twice that of the upper lip، ضعف الريزوبشن بالأبر ليب، and so the immediate denture should be relined after that time to improve the retention of the denture، يعني لازم احسب بحسابي هذه الفتره واللي راح اسوي بها الريلايننج.
During this period, the patient will prefer to have reline within the first 3 to 6 months. الأضبط أول 3 أشهر بعدين 6 أشهر. But they should be told that their denture supporting area will continue to remold and further relining will be necessary. يعني أول ريلاين تسوي للدنشر، أنت من يجي البيشنت قول له مو هاي مو ها هي، يعني عبالك هذا ريلاينينج وها هي، لا ترى بعد اكو مرات راح تحتاج انه اسوي لك ريلاينينج، لانه الريزوبشن بعد ما تك او وضعية اللثة ما البون ما مستقر لحد الان. لو كان هذا البيشنت انا يعني مقررة اسوي له الاوفر دنشر، فش وقت اخلي الاتاشمنت مالت الاوفر دنشر؟ اذا هو كونفنشنال لمن يجيني اسوي له ريلاينينج، اخر ريلاينينج له يعني يبقى هو الديفينيتيف الى هذه اخر ريلاين، اجيب هاي اسوي بيك اب للسوبر ستراكشر او للاتاتشمنت مات الاوفر دنتشر. واذا هو انترن فبالمرحله انه من اريد اسوي الدنتشر جديد، هو بهاي المرحله اخلي بيها الاتاتشمنت مالت الاوفر دنتشر. حسب نوع الريستوريشن اللي راح استعملها، الاميديت دنتشر يتقسم الى اميديت كومبليت دنتشر، اميديت بارشل دنتشر، واميديت اوفر دنتشر. الاميديت بارشل دنتشر هو يا اما انا جديد مسويته للمريض، او هو عنده دنتشر قديم وانا استعملته ضفت عليه الاسنان خلال هاي فتره الهيلينج بيريد، وعاده يكون مصنوع من الاكريليك وترانزيشنال، ورا ما تخلص الهيلينج بيريد اسوي له الديفينيتيف اللي هو كروم كوبالت. الكلينيكال بروسيجر يقول لك ستارت باي بوتينج ذا بارشل دنتشر ان ذا بيشنت ماوث. اقول له البيشنت يلبس البارشل دنتشر واخذ طبعه وهو لابس الدنتشر، زين ريموف ذا امبرشن وذ ذا بارشل دنتشر. من راح اطلع الامبرشن راح يطلع دنتشر وياها، اوخر الدنتشر من الامبرشن، اصب الكاست عليه، اكسر الاسنان واضيفها، بعدين ارجع الدنتشر عليه واضيف الاسنان عليها بالاكريليك. الفائده اللي راح احصلها اني انه اسهل وكونس يعني اقل تكلفه راح تكون اقل، وما ماكو داعي اني راح اغير، ماكو داعي اغير الاستاتيك، نفس الاستاتيك الموجوده هي راح اعتمد عليها.